السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي الترمات الجاية إن شاء الله هتبدأ تدرس مادة الكمبيوتر فيجن، في الليست هنا بإذن الله هتلاقي من الفيديوهات من أول المحاضرة الرابعة لحد آخر محاضرة موجودة في المنهج عندنا، وفي الآخر خالص هتلاقي في فيديوهات بتراجع على بعض النقط المهمة اللي كانت موجودة في الفيديوهات اللي قبل كده أو اللي كان فيها صعوبة، وكل فيديو موجود فيه اسم الحاجة اللي هتتشرح فيه. طيب لو أنت دلوقتي محتاج سؤال في أي حاجة في الفيديوهات ومش عارف تفهمها من الفيديو، عندك حاجه من الاثنين، يا اما تقدر تسيب لي كومنت في الفيديو وباذن الله اقدر اجاوبك والحاجه تكون واضحه ما فيهاش اي مشكله، او لو انت كنت بعت على الفيديو ما كانش فيه رد سريع على الحاجه وانت مستعجل عليها فبعت لي على الفيسبوك وباذن الله برده ارد عليك ما يبقاش فيه اي مشكله. طيب الفيديوهات باديه من اول المحاضره الرابعه، طب المحاضره الاولى والثانيه والثالثه هم فين؟ الاولى والثانيه والثالثه كانوا نظري، فانا متاسف ان انا ما عملت لهمش فيديوهات، بس ان شاء الله ان انت هتلاقيهم على الميديا فاير، والميديا فاير انا هسيب لك اللينك بتاعه على الفيديو، هتحمل الجزء بتاع الكمبيوتر فيجن، وطبعا دي باقي المواد اللي هتدرس كلها في الترم دوت، وبرده هسيب لك اللينك لو انت محتاج اي ماده لاي ترم موجود. طيب جميل، انت دلوقتي هتحمل الجزء بتاع الكمبيوتر فيجن، الجزء بتاع الكمبيوتر فيجن هيكون فيه ايه؟ هيكون فيه الورق اللي احنا كنا بنشرح منه في الفيديوهات، هيكون موجود فيه ورق الباشمهندسه، اي ورق مراجعه احنا كنا عاملينه، اي ورق كان موجود من الدفعات اللي قبل كده. فباذن الله انت بعد ما تحمل الكمبيوتر فيجن ويكون معاك لسه فيديوهات مش هتكون محتاج اي حاجه تانيه باذن الله في الماده. طيب يبقى احنا كده اول 3 فيديوهات ان هم موجودين ورق بس مش موجودين فيديوهات، بعد كده الفيديوهات كلها مشروحه وفي فيديوهات مراجعه في الاخر موجوده، ولو احتجت اي سؤال في اي حاجه سواء على الفيسبوك او على كومنت للفيديو. بالتوفيق ان شاء الله، ربنا يكرمكم ويوفقكم لكل خير، شكرا والسلام عليكم.